السلام عليكم. اليوم هنايا في المكسيك كيعاودوا يقولوا الموتى دوك نحكيو عليها. كما تعرفوا في كم بلدان تاع العالم وفي كم مناطق كاين حضارات وكاين تقاليد، وهنا خاصة في المكسيك يحتفلوا في كل سنة من اليوم الأول والثاني من نوفمبر بعيد الموتى. وهذا عيد الموتى يحتفلوا به في كل أمريكا اللاتينية، ماشي خصوصا هنا غير في المكسيك. لكن الفرق بين المكسيك والبلدان الأخرى أن المكسيكيين ما زالهم متمسكين بالعادات والتقاليد. على جال هذا الموضوع جينا من مدينة مكسيكو سيتي اللي هي العاصمة إلى مدينة وهاكا. هي في الحق كاين مدينتين هنا في المكسيك اللي يحتفلوا بعيد الموتى كما لازم الحال، اللي هي ميتشواكان ووهاكا. احنا خيرنا وهاكا على جال القرب تاعها، بعيدة على مكسيكو سيتي حوالي 350 كيلومتر. درنا 7 ساعات طريق باش وصلنا إلى هنا. والمهم نحكيو تانيك على عيد الموتى كيفاش يكون. وفي هذه الفترة من السنة في النهار الأول والثاني من شهر نوفمبر يكون الاحتفال بيوم الموت هنا في المكسيك، وتزين كاع المدينة بالجماجم، يعني وتكون الجماجم على كل أنواع، وبصفة خاصة يضعوا واحد الأزهار، هذه الأزهار البرتقالية اللي تلاحظوها في كل مكان وتسمى بالفلور دي سيبا سوتشيل أو الفلور دي ميل بيتاليس، وهي 1000 ورقة يعني. وعلى حساب الاعتقادات اللي كانت هنا في الأراضي المكسيكية وأمريكا اللاتينية بصفة عامة، هذه الاعتقادات التي ما زالت متداولة إلى يومنا هذا، يظنون أن أرواح الموتى جي تزورهم هذو الأيامات، وعلى هذا يوجدوا لهم كما لازم الحال في اعتقاداتهم. لازم يماكيو كما الموتى هو عنده معنى كبير عندهم هما، وفي كل منزل يديروا معرض صغير. هذا المعرض يسموه لالتار ولا لاوفريندا، هي طاولة مزينة كما راكم تشوفوا بكل شيء. دوك نحكي لكم على المكونات تاع هذه الطاولة، وكل مكون عنده معنى، يعني ما كان حتى حاجة زيادة ولا نقصان. قبل ما نبدأ في شرح المعرض أو الأوفريندا، هذه النقطة مهمة جدا. عندما يموت الشخص في الاعتقادات القبل الإسبانية البريسبانيكا، يروح المنطقة اسمها ميكتلان الآخرة بمفهوم آخر، والسفر يعني لهذه المنطقة ذهابا وإيابا يكون شاق جدا. لهذا الأمر يجب طلب مساعدة من كلب مكسيكي الأصل ويلقب بشولونكس كوينكلي. وبالرغم من المساعدة الكلب، يظنون سابقا أن الروح بعد تنقلها بين العالمين، يعني في العالم بتاعنا إلى ميكتلان، تتلف نوعا ما. ولهذا من أول مكونات المعرض أو الأوفريندا الماء للارتواء بعد السفر الطويل، والملح لإعادة شكل الروح. من المكونات الأخرى للأوفريندا الشمع، وهي تعني النور أو الأمل، وتضع لكل فرد متوفي من العائلة شمعة واحدة. يديروا تانيك البخور، وهو لطرد الطاقات السيئة. والحاجة تانيك الجميلة اللي يوضعوها تما هي الورود. الحاجة الأولى اللي على جالها يديروا الورود هي لبعث البهجة للزوار، بمعنى الأرواح، لكونها لها لون خاص يعني النقاء. وفي بعض المناطق أخرى من المكسيك يديروها شغل طريق من البيتال أوراق الورد من المقبرة إلى الدار باش يوروا الطريق للروح. والشيء الآخر ثاني اللي حطوه في الأوفريندا قصاصات الورق، وهذوك الورق اللي ملولين يحطوهم،
والمعنى تاعها يعني كي تتحرك مع الريح ترمز الى الحياه. وشيء اخر يحطوا الخبز، وهذا الخبز ماشي اي خبز، خبز خاص ويخبز فقط في هذه الفتره، يسمى بالبان ديل ميرتو، معنى الخبز الميت. يحطوا كذلك صور للاشخاص المعنيين يعني من العائله والاحباب، واخيرا يضعوا ماكله يعني اكل اللي كان يحبه ميت في حياته. كل واحد كيفاش كان يحطوه، مثلا زعما انت لو كان جيت مكسيكي كي تموت واش يحطوا لك؟